زي كمان لزمون سلمان بالقدرم سعيك مهم بصورة لسحب السموم زائد كمان نقدر نفتح علاقات تجارية قوية step by step نقدر نطلع أكثر وأكثر لنؤسس business partnership بين ألبانيا وجوردن بعدين نضمهم الثلاثة دول مع الدول اللي فيها ناصلة أو الدول اللي فيها سفرة من تطلع في سفير الإمارات في سفير أبو ظبي جديد والرياض الرياضة موجود سو عندنا 6 دول نشتغل عليها بنعزز العلاقات بين الشرق الأوسط والبين زائد كمان إنه السيما اليوم اللي بتربط ألبانيا بالأردن بلبنان بالشرق الأوسط إنه عندهم كلهم نفس التقاليد يعني إذا اليوم نطلع أردني أو لبناني بعيش بألبانيا بيلاقي حاله إنه هو منهم فيهم الكالتشر نفسها القيم نفسها المبادئ نفسها مشان هيك أنا متأكد إنه حيصير في انفتاح أكثر وأكثر بين دولة الأردن ودولة ألبانيا وحتتعزز العلاقات وإن شاء الله نهار من الأيام حيصير في كمان روابط عائلية بين ألبانيا والأردن مثل ما صار في كمان بلبنان كثير لبنانيين تزوجوا ألبانيين وكثير ألبانيين تزوجوا لبنانيين وبتشكركم رح أطول